تتطلب القيادة في الصحراء الكثير من التجهيزات والاحتياطات لضمان سلامة السائق ومن يرافقه، وتبدأ باختيار سيارة مناسبة للقيادة في البر أولاً. يجب أن تكون السيارة من النوع العالي، ويفضل أن تحتوي على خاصية الدفع الرباعي. تأكد من أن خزان الوقود ممتلئ ويكفي لرحلة الذهاب والعودة، وبأن لديك كمية من زيت المكابح، زيت المحرك، وسائل التبريد، بالإضافة إلى حبل قوي لسحب السيارات، وجاروف، وبعض الألواح الخشبية. قم بأخذ كمية كافية من الطعام ومياه الشرب، بكمية لا تقل عن 8 لترات للشخص الواحد يومياً، و10 لترات للسيارة. تأكد من وجود حقيبة إسعافات أولية. قم بأخذ أجهزة لتحديد الموقع والاتصال عن طريق الأقمار الصناعية لاستخدامها في حالات الطوارئ. قبل الذهاب في رحلة إلى البر، يجب إخبار أحد الأقارب عن موقع الرحلة ومدتها. يفضل وجود سيارة مرافقة في الرحلة. عند القيادة في الرمال أو الطين، قم بتشغيل خاصية الدفع الرباعي لتسهيل حركة السيارة، وحاول السير على الأرض الأكثر صلابة بقدر الإمكان. إذا علقت السيارة في الرمل أو الطين، قم بتغيير ناقل السرعة للمستوى الثقيل مثل الأول أو الثاني. تأكد من أن الإطارات موجهة إلى الأمام. قم بحفر مسار أمام الإطارات باستخدام الجاروف، وضع الألواح الخشبية تحتها، ثم حاول الخروج بضغطات خفيفة على دواسة البنزين. يمكنك أيضاً استخدام حبل سحب السيارات لإخراجها باستخدام السيارة المرافقة. إذا مررت بمكان يوجد به مياه، تأكد من عمقها قبل القيادة فيها، وقد بهدوء لتجنب تناثر المياه وإضرارها بأجزاء المحرك. عند القيادة على المساحات غير المستوية كالكثبان الرملية، احذر من انزلاق السيارة، وفي حال انزلاقها قم بتوجيهها باتجاه الانزلاق لكي تستعيد السيطرة على المركبة. رافقتكم السلامة.